أشرف صباح اليوم الأربعاء السيد عيسى عزيز بوراس والي ولاية ولاد جلال وأعضاء اللجنة الأمنية للولاية، نواب البرلمان، مدير التكوين المهني والسلطات المحلية على مراسيم افتتاح الرسمي للدخول التكويني 2021-2022 بمركز التكوين المهني والتمهين للشهيد سعود الصادق ببلدية الدوسن. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أرحب بدوري وبكافة الضيوف، السلطات المدنية والعسكرية بولاية ولاد جلال، نواب البرلمان، الأسرة الثورية، السلطات المحلية لبلديتي الدوسن وبلدية الشعيبة. إذن بهذه المناسبة أشكر الجميع على تلبية الدعوة ودخول موفق إن شاء الله لأبنائي وبناتي المتربصين. سعود الصادق تحت إشراف السيد والي ولاية ولاد جلال، والذي نشكره على الأهمية التي يوليها لقطاعنا. إن تشييد هذه المؤسسة يكتمل بتخريج تقنيين مؤهلين تعتمد عليهم بلدية الدوسن وولاية ولاد جلال مستقبلا على جميع الأصعدة، ومثل ما كانت المنطقة في الماضي. السيد والي الولاية حاضر معنا في هذا الافتتاح الرسمي للسنة التكوينية، مرحبا به في كلمة رسمية افتتاحية لهذا الموعد. تفضل. السيدات والسادة الحضور، سعيد جدا أن أتواجد اليوم في هذه المناسبة الكريمة، ألا وهي إعطاء إشارة انطلاق موسمكم الدراسي والتكويني في هذه الدورة، ألا وهي دورة أكتوبر 2021. التقي بهذا الجمع الكريم وهذه الوجوه الكريمة من شباب وإطارات أسرة التكوين المهني، متمنيا للجميع موفور الصحة ونجاح في هذا الموسم الدراسي. لا يخفى عليكم أن قطاع التكوين لا يقل أهمية عن قطاع التربية والتعليم العالي، بدليل أن السلطات العليا تعطي أهمية لهذا القطاع، وخاصة أنه أعتبره شخصيا تكوين متوازي ومكمل، ليس فقط لمن لم يسعفهم الحظ في دراساتهم أو على مستوى الثانوي أو المتوسط، إلا أنه اليوم فيه تحدي وهو الحياة العملية، وهذا التكوين يعتبر سلاح في يد المتكونين والمتربصين. وبعد كلمة الافتتاح تم زيارة الورشات التي استمع خلالها السيد الوالي لبعض انشغالات واقتراحات الأساتذة وبعض الأفكار والآراء من طرف المتربصين، أين أكد السيد الوالي على وجوب المرافقة والاهتمام بهذه الشريحة وتفعيل دور الجانب الإعلامي لبعض التخصصات، وخاصة ما تعلق منها بنشاط المرأة الريفية.